الروحية خاملة ضعيفة. أول الصبح واحد يقوم لا عنده نشاط فكري لا نشاط روحي، حزن أكو، ألم أكو، ليش؟ على شنو؟ هاي المشاكل الاجتماعية التي عندنا تابعة من هذه الحالة، حالة التمني، المؤامرات، الغيبة، التهمة، النميمة. أما إذا واحد يقنع بما وهب الله له ويمشي في حياته هذه الفترة القليلة، الله سبحانه وتعالى خلقنا لكي نعبد، واحد يشتغل بعبادة الله سبحانه وتعالى. أما أنه كله يفكر ليش أنا طويل، ليش أنا قصير، ليش أنا سمين، ليش أنا ضعيف، ليش خشمي طويل، ليش خشمي قصير، يدمر حياته. ليش فلان أذكى مني، ليش فلان تقدم عليه، ليش أنا في الرتبة العاشرة، يدمر حياته ودينه ومجتمعه. شوفوا شقد أكو عمق في هذه الآية الكريمة. ولا تتمنوا، ارتاحوا، ترتاحوا، تربحون دنياكم وآخرتكم. ليش زوجتي سيئة الأخلاق؟ أخوان، زوجة أحدهما حسنة الأخلاق، هذا الأخ الثاني ابتلي بزوجة سيئة الأخلاق، كله يفكر ليش أنا ابتليت. أدري هذا التفكير هل يؤدي إلى شيء بجدوى لو ما بجدوى. الآن أنت مبتلى، ثم ماذا؟ ليش تضيف إلى الابتلاء الخارجي ابتلاء النفسية؟ وكذلك المرأة ابتليت بزوج سيء الأخلاق، كل تفكر ليش أنا هالشكل. أختي رجلها تاجر عالم خطيب حسن الأخلاق، وزوج هذه الثانية سيء الأخلاق، فقير قبيح، اسم مبتلية بعد. اكو حل؟ روح ورا الحل. ماكو حل، هذا هو.